كما ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي الأستاذ إبراهيم التميمي. بعد التحية أستاذ إبراهيم، كيف تقرأ شخصية المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأمير الراحل؟ رحمة الله عليه، تغمده الله إن شاء الله يا ربي في جنات النعيم. الله سبحانه وتعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صاحب السمو رحمة الله عليه من الأشخاص اللي شهد لهم العالم بالحكمة رحمة الله عليه. يعني في بواكير عمله السياسي ربط بلاده بنشر الثقافة في العالم العربي، وفي بداية عمله عندما كان رئيسا لدائرة المطبوعات والنشر رحمة الله عليه، هو من أطلق مجلة العربي. من منا لم يتثقف على مجلة العربي؟ من منا لم يتعلم على مجلة العربي؟ صاحب السمو رحمة الله عليه أذكر أنه قال تصريحا في بداية إطلاق مجلة العربي أنها هدية الكويت إلى العرب. رحمة الله عليه كان له دور فاعل جدا 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 في حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية في العمل البرلماني والدخول إلى السلك العسكري. في يعني يكفي أن في 9 سبتمبر 2014 لما زار رئيس منظمة الأمم المتحدة الكويت وقلد صاحب السمو لقب قائد الإنسانية، قائد الإنسانية لأعماله الكثيرة، يعني حتى تصريح الأمم المتحدة أو رئيس الأمم المتحدة لما قال أن جهود صاحب السمو مكنت الأمم المتحدة من مواجهة ما شهده العالم من كوارث، ما شهده العالم من حروب. ما ننسى أنه الرجل لم يكن فقط دبلوماسيا، بل هو جمع ما بين الإعلام والدبلوماسية. هو أول وزير إعلام وهو ثاني وزير خارجية في تاريخ الكويت. يكفي صاحب السمو الأثر الذي تركه من خلال مجلة العربي، يكفي صاحب السمو الأثر الذي تركه عندما كان رئيسا لدائرة العمل والشؤون الاجتماعية وتأسيسه حق مراكز مسنين ومراكز للأطفال ومراكز للحفاظ على الهوية. صاحب السمو رحمة الله عليه ترك أثر ملموس بإنجازاته في البنية التحتية، وأثر محسوس بابتسامته وبعمله الإنساني. يعني يكفي أنه بنى مدينة الأحمد الصباح الأحمد البحرية، مستشفى جابر الأحمد يعتبر أكبر مستشفى في الشرق الأوسط وسادس أكبر مستشفى في العالم. يكفي أنه بنى مدينة جنوب المطلع، أعتقد هو يعتبر أكبر مشروع إسكاني في تاريخ الكويت، يضم تقريبا 28 ألف وحدة سكنية، مستشفى الجهرة وكثير من المشاريع. حتى استاد جابر، استاد جابر الدولي يتسع يمكن إلى 60 ألف متفرج، ويعتبر السابع عربيا وال25 على العالم من حيث السعة. مركز عبدالله السالم الثقافي. يكفي صاحب السمو رحمة الله عليه ما تركه من أثر ملموس ومحسوس رحمة الله عليه. نعزي العالم كله في وفاته ونعزي أنفسنا، فهو أبونا إحنا أيضا، البحرين والكويت بلد واحد. نعم، شكرا لك الإعلامي الأستاذ إبراهيم التميمي، شكرا على هذه المداخلة.